اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده وبين الدراما والتاريخ. فيلمنا النهارده الحقيقه هو للقصه للاديب الكبير يوسف السباعي والاخراج للمخرج العبقري العظيم صلاح ابو سيف والانتاج للشركه العالميه يوسف شاهين. حقيقه فيلمنا النهارده بيتكلم او بيتحدث عن قضيه انسانيه بحته. هذه القضيه تتمثل في الاخلاص والوفاء. اعتقد ان احنا مش بنشوفه النهارده او مش بنلاقيه النهارده بنسبه كبيره، وهو الاخلاص للحبيب. كيف يذهب الشخص في الحياه عند فقدانه لحبيبه، سواء بالوفاء او بالانفصال. ده موضوع فيلمنا النهارده، او دي القصه الاساسيه اللي بيطرحها فيلمنا النهارده، فيلم السقا مات. فيلم السقا مات بطوله عزت العلايلي، ناهد جبري، شويكار، فريد شوقي. هي ملخص القصة بيتكلم عن السقا اللي هو مهنة هذا الشخص اللي بيمثلها عزت العلايلي. هذه المهنة هو السقا اللي بيلف على المنازل بالمية، وبعد كده في النهاية بيحصل على منصب كبير ان هو بيبقى مدير او صاحب هذه الهيئة او هذه المؤسسة اللي بتصدر المياه او تعطي المياه لكل افراد المنطقة. الحقيقة السقا او عزت العلايلي مثل الدور ببراعة وبجدارة، كما قال عدد كبير من النقاد، وكما قال المخرج الكبير حسين كمال ان عزت العلايلي بيعرف يوظف هذه الشخصية من خلاله، بيعرف يجسد الشخصية بشكل واقعي. وبرضو مش هننسى روعة المخرج صلاح ابو سيف تجسيد هذه الفكرة او هذه القصة او هذه القضية بالتحديد من خلال المشاهد ومن خلال الموسيقى التصويرية، من خلال اداء الممثلين. فيلم السقا مات من النهاردة بين الدراما والتاريخ. بعد الفاصل هنناقش هذه القضية مع ضيوفنا الليلة. صباح الخير يا معلم شوشة. صباح النور. قوم يا ولد عشان تلحق تصلي الفجر قبل ما نخرج. يا اخويا سيبه ينعس له حبتين. قوم يا ولد. سيبه تقول صباح الخير. صباح الخير. هتتوضى يا سيد؟ ما انا بتوضى اهو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أمل يا سيد. تعالوا غيروا رأيكم قبل ما تتوكلوا على الله. نعمة من عند ربنا يا ابني. تلبس الأول يا سيد عشان ما نتأخرش. نتأخر على إيه؟ ما أنت عارف إن الحنفية ما تفتحش الوقت. حلني قبل ما يصحى في دونجو. إلهي سيبك ووقف حالك يا دونجو زي ما وقفت حالك. حد يقول مطيراتي أفراح. السلام عليكم. السلام عليكم. انا عارفه ربنا ما بيديش العيش لخبازينه ليه؟ اهو سيب سلامك. لا يا نزيكا. بس يا اخي. نزيكا في الوقت. ما انتش شايف وش ويضع كاميرا بالبيت ازاي؟ يا اخي اسكت يا اخي. الله. لسه بدري يا معلم دونجو. كل مره تلم لسانها ببقها وتقف ساكته. واقفين من صبحه ربنا وانت نايم في العسل نوم. طب علي الطلاق بالثلاثه بنت ماليا اللي اخر واحده. طب اهو. واذا اتكلمت كلمه زياده لسكتها وراها. خلاص يا زينب بقى، سكتنا له دخل في حمار. خلاص يا زينب بقى، كلها دقيقتين وكل واحد يروح لحاله. طيب يا اختي خلاص. محدش يزعله، هيقوم يلم مننا النقط. يا معلم شوشه، ابقى زود لي قربتين على الاذان الثاني. حسبنا 30 قرش يا معلمه. ومال ايه هننصب عليك؟ لا سمح الله، انا بس بفكرك. امال لو ما كناش قرايب. السلام عليكم. مع السلامه.
خير يا عم جبالة. تعامل الإنسان مع فكرة انتهاء الحياة مع من تحب مبدأ مرفوض تماما بالنسبة لأحداث هذه القصة. هو الحي أبقى من ميت، كيف يعيش هذا الشخص زاهدا في الحياة وكل متعة الحياة رافضا الارتباط بطرف آخر أو بشخص آخر. برحب النهاردة بضيوفي بين الدراما والتاريخ الدكتور طارق عبد العليم منصور ناقد أدبي. أنا بحرك معنا دكتور طارق. أهلا بيك أستاذ مروة ومشاهدين للثقافية، وخلينا حي القناة لأنها بتقدم كل هادف ونبيل. وأستاذة صفاء إدليسي مونتيرا وناقدة المياه، هديك معنا أستاذة صفاء. أهلا بيكم. فيلمنا النهاردة فيلم السقا مات الحقيقة، هو قصة للكاتب الكبير الأديب يوسف السباعي والإخراج للمخرج الكبير صلاح أبو سيف. أستاذة صفاء، فيلم ما بين القصة ما بين الفيلم، يعني احنا شفنا قصة أو فكرة السقا مات أو فكرة مهنة السقا دي كان في مطلع القرن العشرين وبدأ تقريبا سنة 1921. فكرة الفيلم أو القصة أو إن أنا أربط المهنة بالأحداث إنسانية بالشكل ده أو أحداث مأساوية بالشكل هو ده. هو طبعا الأديب يوسف السباعي اختار سنة 1920 علشان يتكلم على الموضوع اللي عايز يتكلم فيه، وهو أساسا مناقش فكرة الموت وعلاقتها بالحياة وعلاقة الأشخاص المختلفين بالموت. نجيب محفوظ صلاح أبو سيف قصدي كان عمره ما تعامل مع الأديب يوسف السباعي، وكان مرتبط بنجيب محفوظ زي ما عرفنا وارتبط بحسان عبد القدوس، فلقاء حصل بالصدفة بينهم وفكر انه يعمل له قصة من قصصه، فاختار السقامات اللي هي انه قد شاهدوا انها من اروع قصص يوسف السباعي، ولكن ان فكرة الموت هي اللي بتبقى رابطة الشخصيات، فده خلى المنتجين يحجموا عن انهم ينتجوها. هو حاول ينتجها من بداية السبعينات ولم ينجح الا مع باكورة انتاج افلام مصر العالمية مع يوسف شاهين. والفيلم اللي هنشوفه مش هو اللي اخرج العمل ده رغم انتاج شركته. طبعا هو الجميل انه الثلاثه الاسامي الكبار دول يوسف شاهين صلاح ابو سيف ويوسف السباعي هما الثلاثه طلع منهم هذا الفيلم اللي كان فيه فريد شوقي بقى فيه مرحله نضج، ما بقاش الفتوه اللي احنا عارفينه من زمان. عزت العلايلي كان من النجوم اللي يوسف شاهين متحمس لهم جدا وبيطرحهم في السوق، زائد بقى الخاصيه اللي موجوده بشكل رائع عند صلاح ابو سيف، ازاي يستغل الشخصيات ويحطها في اماكن بتعبر عن جو عام وطبقات كتيره، مع تعميق فكره الموت اللي شفناها من خلال فريد شوقي اللي بيشتغل شغلانة غريبة جدا، وبرضو كانت القصة والفيلم بيعملونا نوافذ عليها، حكاية اللي هو بيشتغل في ازاي في الجنازات بمطيباتي، حاجة اسمها المطيباتي، يمشوا يقولوا كلام كده في الجنازات، زائد مهنة برضو انقرضت اللي هي مهنة انه يبقى حد يعمل سقا، لان طبعا الوقت احنا عندنا حنفيات، لكن كل البيئة دي علشان يناقشوا فكرة الموت وإزاي إنه في صعوبة إن في ناس تتخطى الفكرة وفي ناس تانية بالعكس زي الشخصية اللي قام بيها فريد شوقي إنه متمسك جدا بالحياة لكن الموت بالنسبة له أكل عيش. طيب دكتور طارق، هنرجع لأهم حاجة وأهم نقطة وهو العنوان الرئيسي للفيلم السقا مات. يمكن في أحداث الفيلم عزة العلايلي ما ماتش، يعني هو كان يعني من مجمل القصة كان عايش ميت، يعني كان عايش حزنا على زوجته، رافض الارتباط بأي زوجة أخرى، حزين على الفترات أو سنين العمر اللي ضاعت منه مع بفقدانه لزوجته، بدأ حتى يتعامل مع ابنه بشكل بيخوم عليه أجواء الحزن بشكل كبير جدا. اللي مات على النقيض تماما فريد شوقي في الأغلى فيلم، رغم ان هو اللي كان اللي هو كان متحدي لفكرة الموت مش خايف، هو اللي مات. يعني فكرة السقا مات او هنرجع للقصة وفي نفس الوقت للفيلم برضه، هو فيلم ده صعب غير القصة. لكن الجملة نفسها او العنوان نفسه السقا مات كان يوصف بيه عزة العلايلي او بطل الشخصية ان هو عايش ميت من خلال الاحداث السيئة اللي مر بيها، ولا كان يقصد بيه ان السقا انهى مهمته كسقا في الاخر وبقى
صاحب او مدير المؤسسة اللي بتدي المية لأصحاب البيت، ولا كان يقصد فريد شوقي، ولا كان يقصد ايه؟ يعني هو لو نظرنا الى الرواية في حد ذاتها للأديب يوسف السباعي، هنلاحظ ان يوسف السباعي لم يعني يخرج بعيدا عن الظاهرة التي سجلها التراث الإنساني منذ القدم. قضية الموت وفكرة الموت شغلت العديد من البشر منذ العصر القديم. هنلاقي في العصر الفرعوني هنلاقي ان المصريين القدماء اهتموا بفكرة الموت والتعاويذ وفكرة ترانيم الموت والكلام ده كله. هنلاقي في العصر الجاهلي الشعر الجاهلي كان مهموما بقضية مصيره وكان ينعي وجوده على طول. في العصر الحديث هنلاقي ظاهرة الموت طغت بقوة على الحياة الأدبية وبالذات في الشعر العربي. هنلاقي ثلاثي تحدث عن قضية الموت بعمق، هنلاقي بدر شاكر السياب، هنلاقي أمل دنقل، هنلاقي محمود درويش، حتى إن بدر شاكر السياب يقوله يعني شاعر الموتيات. فالفكرة بتاعت يوسف السباعي هي فكرة متأصلة ولها جذورها في التراث. العنوان نفسه إلى حد ما عنوان بنسميه في النقد الأدبي العنوان المراوغ، بمعنى أنه يحتمل أكثر من تفسير ويحتمل أكثر من تأويل، وبيفتح أفق التأويل وأفق القراءة أمام الناقد وأمام المتلقي. لكن بعد مشاهدة الفيلم هنرى أن العنوان يجنح يعني كثيرا تجاه فكرة أنه سقى أو أنه كان يعمل بهذه المهنة انتهت، وكوفئ في نهاية الفيلم بأنه صار صاحب التوكيل اللي هو بيقدر يوزع بيه المية على البشر. الرواية فيها دوائر حكي من الداخل متشابكة، دوائر الوفاء للزوجة، الوفاء للصديق اللي هو المعلم شحتة دوت، لما حتى هو عايش قدر يكرمه شوشة اللي هو عز العليلي، ولما مات حاول يبقى وافي معاه ويخلص له ويسد ديونه. كان وافي لفكرة الزواج ورغم ان للزوجة لفكرة الزوجة، وكأنه يقول الموت انهيارا ليس موتا فيزيقيا ولا موتا بيولوجيا. عندما رحلت الزوجة كأنها برحيلها هونت عليه يعني مهمة ان يعيش، ولذلك كان دائما مفتقد قابليته للحياة. ولما يعني فتحوه مرة في ان هو يتزوج زكية اللي هي بنت الجيران كان متردد كثيرا. ادي دايرة من دوائر الحكي. العنوان بيقول ان هو اتكافئ في النهاية ولم يكن بقى لم يعد يعمل بمهنة السقاية، فكوفئ واصبح صاحب التوكيل وقاعد هو مع الصك بقى اللي بيقول ده يملى وده يمشي. وبعدين هو كمان قدر يمارس فكرة العدل وفكرة المساواة، ان يوقف الناس طوابير ويملوا فضورهم، بعكس اللي كان قبل اللي هو سيد الدنك ده اللي هو كان ماسك الحنفية او الصنبور دوت. وده رمز كبير قوي ان كان فيه في الحارة، انت عارفة تجليات المكان ودلالة المكان لها تفسيرها في النقد الادبي والنقد الفني. المكان هو الحارة، تمام، ويمارس رجل من اهل الحارة سطوته وجبروته وتحكمه في توزيع المياه. واذا هذا رجل يمتلك وسائل الحياة وبيتحكم فيها. لما عزة العليلي نظرا لدوره الرائع او لما يتمتع به من صفات انسانية الى في الرواية الوفاء للزوجة والوفاء للصديق والكلام ده كله، كأنه كوفئ في النهاية ولم يعد سقاء، وانما اصبح يعني ارتقى واصبح هو صاحب التوكيل بتاع صنبور المياه ده. بل انه اعتقد انه كده بينحاز لطبقة تعتبر يعني ايه برجوازية متوسطة في نهاية الرواية. هل وجوده في المنصب ده غير من وجهة نظره في الحياة او في زهد للحياة؟ هو انت يعني فكرة الموت كانت مسيطرة عليه، ولقينا فيه شخصيتين اتنين. شخصية عزة العليلي اللي هو المعلم شوشة كان يهاب الموت ويخشى بطريقة بشعة، رغم ان هو كان على المستوى الاخلاقي والانساني كان رائعا وكان متنزلا ولم يمارس اي انحرافات سلوكية، وبالرغم من ذلك كان خائفا من بطش الموت وسطوته وجبروته. المفارقة ان فريد شوقي اللي هو كان المعلم شحتة رغم انه كان ينحاز لملذاته ومتعه ويسير يعني دون ضوابط اخلاقية في حياته، وكان لا يحرم نفسه من شيء سواء كان مباحا او غير مباح، بالرغم من ذلك انه كان لا يهاب فكرة الموت.
لكن كان بيتحدى فكرة الموت وانه مش خايف وانه بيتمتع قبل ما يموت. وانا لما قرأت الرواية قدرت اعمل مقاربات ما بين مقولات لبعض الشخصيات وما بين بعض الشعراء في العصر الجاهلي في المضمون يعني نفسه. طيب استاذ صفاء، بما ان حضرتك مونتيرا، يعني شفنا انه الفنانة ناهد جبر رغم انها يعني في الفترة دي ممثلة كان ليها ثقلها في الساحة السينمائية، ومع ذلك كان دورها بسيط جدا، واصبح بعد كده المخرج صراحة بسيط بيعتمد على فكرة فلاش باك وارتباطها بزوجها او وجودها في الفيلم. ما هو خليني اقول لك البناء بتاع ما بين الفيلم وما بين الرواية كان ماشي ازاي. الرواية 12 فصل، الزوجة ما عرفناش حكايتها غير في الفصل الاخير لما انفرد بعد موت فريد شوقي اللي هو مطيباتي الجنازات، فالابن وعز العليلي وابنه في الحمام فبيقول له يا ماما ماتت ازاي، بيحكي له. وده كان انا رايي ده كان احد عيوب الروايه، انه من الاول بس بتيجي سيره الزوجه، احنا ما بنعرفش الولد ده قاعد مع جدته بس ليه الا في شكل عابر جدا. انما في الفيلم بناؤه كان افضل بالنسبه لي، انا شايفه ان الفيلم السينما كان بناؤه افضل، وايضا تعميقه لفكرة الموت كان افضل. من ناحية إيه؟ من ناحية انه طول الوقت هو احتفظ بس بالمقدمة او اول فصل من الرواية، انه بيشرح الشخصيات وقدم الطفل الصغير وابوه والمكان، المكان اللي اسرف طبعا اي اديب بيقعد يحكي قوي ويتكلم على الحارة ويتكلم على الحوانيت ويتكلم على الناس الموجودة، كل ده في السينما بتقدري ببانوراما بس كده وبالديكور طبعا بعناصر السينما بتقدري تستوعبيه بسرعه عشان تخش في الشخصيات. بعدين ابتدى يدخل في تقديم الشخصيه في مشهد فارق جدا لما فريد شوقي بياكل عند محل تحيه كاريوكا ومعهوش فلوس، وبيقابل عزة العليلي وابنه، وعزة العليلي بيدفع له الفلوس. فالمشهد ده هو موجود في الرواية بس يمكن فصل 5 هو بالعكس صلاح بسيط خلاه في البداية خالص، وبقى هو في البداية الابروش بتاع فكرة ارتباط الاثنين او صداقة ما بين الاثنين، والبيان الفرق في الشخصية ازاي ده شخصية عدمية يعني ممكن ياكل وما معهوش فلوس، وازاي ده بالعكس راجل منضبط و يعني داخل واصلا هو بياكل ومعاه فلوس، وهي كمان مديونه له بفلوس لان هي بتخليه يودي لها الميه من غير ما تدفع فلوس. وهكذا بيسير بناء الفيلم بشكل انه دايما مش في شخصيه تختفي، يعني مثلا في فصل في الروايه كله عن الكتاب وعن الطفل الصغير. سينمائيا ما يقدرش حد يخلي الطفل بطل، فيعني الرواية تكاد تكون الطفل مثلا مذكور فيها بشكل ممكن أكتر من فريد شوقي أو أكتر من في الرواية. في الفيلم كان مجرد أنه موجود بشكل طريف، علاقته بجدته اللي هي برضو أمينة رزق، إزاي ده كان جميل، مشاهد اللي هي بتحميه وازاي هو بيخاف من الحموم. بس لكن مشاهد الطفل كانت من المشاهد المؤثرة جدا في العمل، في العمل السينمائي طبعا الفيلم. هي وما يختلفش يعني ربما اكثر براعة من لا من انا ما بقولش ضعيفة كتير. انا بقول حجمها يعني مساحتها، لكن هي بالعكس قوية جدا لان هو برضو الصورة يعني هو لما يقعد يوصف بكتير. افتقدنا الطفل ده بعد كده في اعمال بعد فيلم السقا مات، في فترة مفترض انه كان بيظهر فيها اطفال كتير جدا كان بيبقى ليهم ادوار مؤثرة، ده مش كان غريب على السينما المصرية في التوقيت ده؟ لا ما هو البذور جاية من الادب اهو، ان الولد زي ما بقول لحضرتك انه مديله مساحة كبيرة جدا، وهو اصلا عايز يتكلم على الاجيال لان هو هيحكي بعد كده ان ابنه في الرواية يمكن الدكتور يفتكر معايا ابن عز العليلي في الرواية هيبقى هو مسؤول عن الحنفية، فهو مسألة توارث الأجيال ده في الرواية مش المين ده في الرواية لا لكن الفيلم ما كملهاش لا هو الفيلم انتهى نهاية فيها احتفاء بالبطل. لو تشوفي المشهد الاخراني وهو بقى قاعد ماسك الحنفيه يا ريت نعرضه ونلاقي الست اللي هي رمز اللي هي الست اللي بتشتغل شويكار، مهنه ممكن يكون ليست محل احترام لكن في السينما
هو عاملها رمز الحياه وجابها ودي اللي بنحلم بيها في موضوع توزيع الميه يعني حتى جابها مؤثره انها بتتدخل في توزيع الميه وان هي بتيجي اخر واحده وتاخد اول واحده فكان يعني ده مع الشرير لكن مع عايزه العلي يزغرها طبعا وقفه زيها زي ايه دول دي بتبقى قويه جدا خدي طابورك طبعا حاجه تانية قبل ما اكلمك على الفرق بين الروايه والادوار النسائيه في الروايه كده يعني ايه مذكوره بشكل سطور لكن بشكل لكن هي بالنسبه للسينما معموله مؤثره جدا واخده مساحه سواء شويكار او ناهد جبر او نهدر حق النساء في هذه الروايه او في هذا العمل السينمائي نتكلم فيها بشكل مفصل بس بعد الفاصل. هو ابوك واخد على خاطره مننا ولا ايه يا تاني؟ ولا انت مش قادر على الشغل؟ المعلم كيكه ما اقدرش على الشغل. امال ما بيجيش ليه؟ هو انا مش مادي عينك ولا تفتكر يعني يا سيد تقدر تملى عين عزيزه؟ وعين عم نوفا الله يرحمه. سلمي على ابوك يا سيد. شيخ سيد. نعم يا اخويا. ربنا مرميك في دقيقه انا وقعت وانت استلقتني. طب انت هتشتغل لي؟ بس وقعت في عمليه كبيره قوي مش حاضر عليها الا تبقى فاتح معايا. طيب يا اخويا قلتلك ما تهرش كده وتفرجني. طبر لما نقلب الجدع المتعب ده. لك الامر يا ولي الامر. طيب خد. ما تجيبها كلها هتكسب فيها ايه؟ هي مستحمله كاز؟ يا بيع على عينك الفارغه. حر ونار في جتتك. ايه دنيا ما حدش واخد منها حاجة. عيونك يا سشوش. بيكلميني على ابوك. فعلا شحاته فندم. ايه يا عم الحلاوه دي؟ ده انت عقره مش باين عليك. بتتكلم عن ايه؟ مش عيب برضه تخبي على اخوك شحاته؟ ده ما كانش عيش وملح. شحاته مش عايز هزاره حتى ابوك. انت عايز تقول ايه؟ مين الزغلوله الحلوه اللي كانت معاك على السلم؟ لا شحاته انت فاكرني ايه؟ الله على ميلك شويه ما تزقش. هو انت كفرت؟ انت تعرف دي تبقى مين؟ دي بنت صاحب البيت المعلم الخشت الجزار. ايه الخشت الخشت؟ انعم واكرم. بنت حلوه ولايقه عليه. شحاته. واهلها ناس دفيانين وباين عليها بتحبك. شيل الفكره دي من دماغك. هو انا بتاع كلام من ده؟ رجعنا مشاهدينا مرة تانية. توقفنا عن دور النساء في هذا العمل السينمائي والفرق ما بين هذا الدور في الرواية وفي هذا العمل. لكن اسمحوا لي قبل ما نتطرق برضو استاذ فصائل لهذه النقطة هنروح دكتور طارق في نقطة برضو مهمة.
فكرة انه ممكن ان انا من خلال الرواية او من خلال ان انا بحول الرواية لعمل سينمائي. هناك بعض التجاوزات من مخرج العمل، مش بتكلم على فيلم السقامات بالتحديد، بالعكس بصراحة بصيف كان عالج او استخدم هذه الرواية بمعالجة سينمائية رائعة. انا بتكلم بشكل عام انه يتم استخدام رواية لأديب كبير او لأحد الأدباء ويتم معالجتها سينمائية او يتم عملها بشكل فيلم سينمائي ويتم تحريف او بعض التجاوزات في الرواية لصالح العمل السينمائي. ده مش مفترض بيرجع للأديب الاول او برجع لصاحب القصة في الاول؟ هو صحيح فعلا، يعني لما نيجي ننظر للرواية العمل الروائي يعني هو ثقافة الكلمة، والعمل السينمائي ثقافة الصورة. كيف تحدث الموائمة بين ثقافة الكلمة وثقافة الصورة؟ هي دي الإشكالية اللي فعلا زي ما حضرتك طرحتي بتواجهنا في الأعمال التي مثلت في الآونة الأخيرة. البنية السردية في الرواية قد يكون فيها مشاهد وصف، وتأتي المعالجة السينمائية أو السيناريست يعني يعمل بتر لهذه البنية الوصفية، أو إذا كان وصف زائد هو يقلله، إذا كان وصف للشخصية قليل هو يعمل فيه عملية إطالة. وبالفعل كانت هناك بعض الأعمال بتتم وفق منظومة ما بين وفق يعني جلسة تلاقي ما بين المؤلف وما بين كاتب السيناريو وما بين المخرج. المؤلف بيحط الإطار أو الحدود أو الأبعاد بتاعة الرواية وبيطرح فكرتها، وإزاي هو طرح الفكرة في الرواية وعمل حاجة اسمها جسد الحكاية أو البنية الحكائية، أو صنع دوائر حكي جوه الفكرة ولا ما صنعش. أما بيوضح ده للسيناريست، السيناريست بيبدأ يعمل المعالجة بحيث لا يجنح بعيدا عن هذه الفكرة ويمشي في خط موازي للي الأديب طرحه في روايته. المخرج طبعا بيستفيد من الاثنين عشان يقدر يوظف التقنيات وآليات الإخراج بتاعته لتوصيل هذه الرسالة يعني. لكن أنا أعتقد لو مع الاحتفاظ بمضمون الرواية وبحق الكاتب في عدم تشويه الرواية من خلال هذا العمل السينمائي. هو لو سمحتي لي، هو في طريقتين للشغل. أنا أسفة دكتور لقطة، إنه بيبقى اللي بيحصل ده في وجود الكاتب زي ما حصل مثلا مع بركات في الباب المفتوح، كانت موجودة الكاتبة الكبيرة أسفة لم يحضرني الاسم الآن، الباب المفتوح. لا 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 يا فندم، لا لا. فكانت موجودة واشتركت في كتابة السيناريو. لكن أحيانا بيبقى في السينمائي ياخد الرواية بعد مثلا وفاة الكاتب أو الكاتب مش مشغول بأنه بالموضوع ده، فيبدأ في أنه يعملها لوحده. ساعات بقى هو ما بيعملها لوحده بيبقى له هو قراءة لبعض حاجات ممكن يكون الكاتب لا يقصدها. نجيب محفوظ له كلمة في الحكاية دي، انه انا خلاص كتبت الرواية، انا كتبت الرواية. لطيفة الزيات كاتبة الباب المفتوح، عمل عظيم جدا وبقى اعظم مع الفيلم لانهم اشتغلوا مع بعض ثلاثة، يعني هو ده المخرج والسيناريست. صحيح، والأي عمل أدبي إلى عمل سينمائي يعني حتى لا يضر بالكاتب أو يضر هو غالبا يبعد بالفكرة بتاعته فعلا. نقطة تانية، حكاية الحوار، ويمكن مقدمة يوسف السباعي نرجع للسقامات، مقدمة بتتكلم على انه كان عايز يكتب بالعامية، لكن لقى انه ناس بيقولوا له لا، يعني العامية دي لغة الشارع ولغة الادب لازم تبقى فصحى، وانه لازم يعمل الحوار بالفصحى. فهو قال انا بقيت بعمل ده وانا متضايق مش قادر اتصور ده. هو اللي بيحصل ان الحوار في الافلام بيبقى بالعامية، وبيبقى دايما محمل ب يعني كل شخصية لها ثقافة ولها طبيعة، فبيبقى جزء من انجذاب المشاهد للفيلم هو الحوار. وكتير مننا بنكرر الحوارات والجمل الحوارية الموجودة في الأفلام وبتوصل لنا لأنها قريبة من الحوار اللي احنا بنتكلمه باللغة العامية، وبنبقى قادرين ايه لو حتى في كلمة جديدة ممكن الناس تفضل تكررها وتكتسبها وتعتبرها جزء، ان المعلم بيتكلم كده والمدرس بيتكلم كده وهكذا. لا ننكر انه بجد العمل السينمائي
طبعا اللي لا يقلل من قيمة الرواية او لا يقلل من قيمة كاتب هذه الرواية بيكون دي رؤية مختلفة عند المشاهد. يعني لما نيجي نقرأ رواية بطريقة سردية او بطريقة الكتابة زي الورق اللي قدامنا كده، بيكون مفترض انه سطر يتوه من القارئ، مفترض انه ما يستوعبش الفكرة زي ما الكاتب عايز يوصلها، غير لما يشوف صورة حقيقية، صورة قدامه مجسدة من خلال الاشخاص بيجسدوا هذه الشخصيات، بيبدأوا القصة تكون واضحة اكتر قدامنا من المواقف، من المشاهد، من الديكور، من الموسيقى، من الالوان. اعتقد بيكون في فرق كبير جدا ما بين القراءة وما بين الكتابة مع الاحتفاظ بتفاصيل الرواية الحقيقية زي ما احنا شفنا النهاردة او زي ما معنا النهاردة في فيلمنا. طيب نرجع بقى لبطل الفيلم الصغير شريف صلاح الدين، اللي هو حاول بشكل او باخر من خلال احداث الفيلم، طبعا ده توظيف المخرج صلاح ابو سيف، ان يكون ليه دور مؤثر حتى في تخفيف العبء والاحمال والحزن على الاب. وطبعا الرواية او العمل السينمائي السأمات بيفتح لنا افق الموت او بيوسع من دلالة الموت. انا في رأيي رغم ان الطفل اللي هو سيد ابن عز علي في الفيلم يعني كان له دور ايجابي، حيث يعني نجده يقف بجانب والده رغم صغر سنه، ولما ابوه مرض قام هو يوزع الماء ويشتغل صغير يعني. وطبعا مامته قبل ما تموت كانت نفس الوضع، لما لا تقصد عليه مرض وتعب قعدت هي قعدته هو في البيت وبدات تلف توزع الميه. وطبعا عز علي تاذى لان الناس برضو اتهموها باشياء اثناء توزيعها المياه والكلام ده كله. فالولد بيمارس دوره المبكر في الوقوف بجانب الاب. ايضا الولد بلاقي ان بيناله نوع من الموت اللي هو الموت انهيارا، يعني رغم ان الطفل يعيش لكنه في حكم الميت، لم يمارس طفولته، طغت عليه قسوة الحياة. حتى في حواراته مع أبي يقول له يعني هو أنت ليه ما بتضحكش كتير، يقول لبابا كده هو أنت ليه قليل ما بتضحك. شوف هو مهموم بأن الحزن يرسم قسماته ونظر. يعني كلام حضرتك خلاني أخرج بفكرة مهمة جدا، دي فكرة شخصية مع الله أعلم، يعني مع لما أعتقد هل دي كانت رؤية للكاتب مش للمخرج. فكرة الكاتب من جملة السقامات ان الولد مارس نفس المهنه طبعا، وكان برضه سقه وقسوه الحياه طالته. هل السقه مات كان بيقصد بيها الاب والابن؟ لا، هو بدايه السقه دي كانت جمله الولاد بيغنوا غنوه من التراث، ابوك السقه مات، فهي دي. حتى احنا كلنا عارفين ابوك السقه مات، فكملت في الفيلم احنا كنا بنسمع الكلمه ابوك السقه مات كده. وكان ساعات البغبغان يقولها، يعني هي رمز فعلا، فهي بقت الغنوه اللي هي حاجه من التراث. دايما الكاتب يحب يدخل يحاول يفهم الكلمة دي مصدرها ايه، جات منين، فصيغة كل هذه الحكاية علشان يحكي انه لما اتعرف على فريد شوقي اللي بيكسب اكتر منه في الشغلانة بتاعت المطيباتي، فتحول انه هو نفسه مرة لبس البدلة بعد موت فريد شوقي واشتغل في الشغلانة دي. فالاولاد اصحاب ابنه بقوا يعايروه ويقولوا له ابوك السقامات بيمشي في الجنازات مع الاموات. يوسف السباعي بينتمي في الادب للواقعيه الرمزيه، يعني هو بيدي رموز ودلالات لكل شخصيه. يعني الولد فعلا بيدي دلاله وابعاد خطيره ان الموت مارس قسوته وجبروته وسطوته على كل مفردات الحياه بما فيه الطفل لم يسلم. بس فكره ان يوسف السباعي طبعا هو لقب بفارس الرومانسيه طبعا، بس دائما بنرى في روايات يوسف السباعي الحزن بيقوم حول الشخصية أو بطل الشخصية، زي ما شفنا في أكتر من عمل سينمائي وأدوار كتير كانت بتجسدها سيرة الشاشة العربية فاتن حمامة. فكرة انفصال الحبيب عن حبيبه سواء بالموت أو بالانفصال في الحياة، وقد إيه إن الشخصيات دي بتكون منهارة تماما وزاهدة في الحياة نتيجة لفقدان هذا الحبيب والرفض تماما للاقتراب من طرف آخر، أو فكرة إن الحي أبقى من ميت. غريبة إنه فكرة الموت كانت الهاجس اللي بيسيطر دايما على أدب يوسف السباعي، هل ده صحيح؟ شوفي، الاتجاه الرومانسي في أدبنا العربي بما فيه الشعر والسرد كان بتضغى فكرة الحزن وفكرة الموت بكل متعلقات
بكل متعلقات الموت، يعني موت العلاقه العاطفيه، طب ما هو موت انفصال الحبيب عن حد، طب ما هو موت وانهيار. كان تركيز معظم الروايه كانت في الحته في الجزئيه دي من يوسف. ودايما الشعراء الرومانسيون يعني او الادباء عموما اللي بينحوا منحى رومانسي هاجس الموت وهاجس الفقد بيسيطر عليه حتى لو كان مع حبيبته. يعني هو يبقى قاعد مع حبيبته، ده ابراهيم ناجي يعني كل اشعاره حتى الرومانسيه تمتلئ بالاحزان، حتى وصفه للحظه الغروب وصفا مغايرا عما تعودنا عليه، ده شاف ان لحظه الغروب دي لحظه عزينه جدا. فمعظم الرومانسيين بيتجهم الى الحزن والخوف والقلق على الحبيب، يعني حتى فكره الحب بتدفعهم الى القلق، يعني ربما تنتهي هذه العلاقه، ربما يموت هذا الحب، فتلاقيه دايما يعني ممتلئ بالحزن والبكائيات وغير ذلك. استاذه صفاء، نقدر نقول ان كاميرا الصراحه بوسيف نجحت في توضيح الاجواء، اجواء الفيلم بشكل عام اللي كان بيتصدرها الحزن حول هذا، حول بطل العمل. هو الحقيقه انا عايزه اعقب برضو، ايام مش كله كان حزن، كان في لحظات الولد كان بيلعب، مشاهد مع في الكتاب وهو بيعاكس الشيخ كان فيها نوع من الطرافه، علاقته برضو باولاده الصغار باصحابه الصغيرين موجوده في فصل كامل، هما بيلعبوا لعب بيلي وبيلعبوا لعبة تانية وبيحاول ياخد البيلي منهم، فهو اللي كان بيقصدها يعني. لا هو اللي هو دايما طفل من حقه ان هو يعيش الحياة دي طبعا. لا هو اساسا انك لما تناقشي الموت فانت بتناقشي جنبه الحياة، وزي ما بدأنا كلامنا انه هو قدم شخصية عادة قوي، وموت زوجتها مش قادر يتجاوزه، ولما دخل عليه الشخصية التانية اللي هو شخصية كده مرحة وما يهموش حاجة، فبقى فيه هذا النقاش ما بين الحياة والشخصية المقبلة على الحياة والشخصية اللي بتموت. في الفيلم صلاح أبو سيف عمق قوي ان بالعكس اللي كان مقبل على الحياة في مشهد فريد شوقي هو لما حب يعمل الخلطة الشعبية اللي بيعملوها دايما علشان يلتقي بالمرأة اللي هي فضلت في خياله ولم يلتقي بها وجه، يعني ما حصلش بينهم اي حاجة، كان كله في الخيال، في مشاهد بترقص له ويلبس الطربوش وكل ده خيال سينما بقى بتسمح بيه، كل المساحة دي ما كانتش موجودة في الرواية بهذا الحجم، كان بس موجود انه بيعد الطبخة دي اللي الموروث الشعبي ده اللي احنا عارفينه اللي دلوقتي يعادل الفياجرا، يعني ان واحد بيعمل حاجة ويجيبها من عند العطار ومش عارفه ايه ويقول لها اسلقي لي دول واطبخي لي دول، زي فكره اللغه الثانيه يعني الجو ده متجذره في الدراما بالظبط. وهي فهو في عناصر تراثيه كده بيلمسها طبعا، جايه موجوده في الروايه وكتب عنها الاديب، رغم ان هو راجل من هو اصلا بشوات، كانت معتقدات تراثيه قديمه طبعا، هتخلف بالحاجات دي وهتتجوز بالحاجات دي وهتخلف. هو في الفيلم بقى صلاح ابو سيف دايما عنده رؤيه نقديه، انه في رؤيته النقديه هو اذا ما يكون بيحذر الناس، لانه اللي بيتفرجوا على الافلام مين؟ يعني يمكن المثقفين، كم واحد هيقروا الروايه ولكن كم واحد هيشوف الفيلم؟ قراء الروايه ممكن يبقوا بالمئات او بالالاف بالكثير، لكن ملايين. اللي بيشوف الفيلم ملايين. فالملايين دول لما يشوف الفيلم هيبقى بلاش تعمل كده، ها يعني هيبقى فيها نوع من العظه غير المباشره، وفي ان الموت طبعا في سينا، يعني بقول ده بقى كان يوسف شاهين يعني موجود بفلسفته مع صلاح ابو سيف. يمكن الدكتور يفتكر معايا المشهد اللي عزة العلايلي ماشي بعد ما دفنوا فريد شوقي فكره الفرار بقى من الموت يعني، وعمال يناقش الموت ويستغفر ربنا، هي قضيه الموت دايما انه يتكلم فيها. ده كان مشهد رائع، تصوير كان رائع، ويوسف جايين اللوكيشن الموجود فيه الى ابعد الحدود. حتى قضيه الموت هي قضيه فلسفيه، نشوف حتى فعلا زي ما الاستاذ صفاء بتقول، بعد ما عز عليلي دفن المعلم شحته اللي هو فريد شوقي، فكره التساؤل بقى، طرح كمية من التساؤل بعد هذه يعني تلك المأساة، ازاي والموت بيخطف الأحبة والكلام ده كله. انت تتفاجئ ان تراثنا العربي والشعري احتفى بذلك، يعني عندنا طرف ابن العبد نفسه اتكلم عن قضية الموت وان هي عملية تدمير فجائي، تمام. حلاق المتنبي بيشوف ان الموت دي مشكلة كبيرة بتفشل
معاها كل السبل وبيمارس الهدم العلائقي حتى ما بين الأخ والأخت بيفصل بينهم. ففعلا المود دي قضية حياتية بشرية يعني. طبعا هو طبعا الفيلم حصد. الفيلم ما ينفعش ينهي بهذه دايما يبقى فيه تفاؤل في نهاية سعيدة. نهاية الفيلم هي النهاية ما كانتش مطابقة لنهاية الرواية برضه. هي موجوده لكن ما كانتش هي النهايه. ما انا يعني هو انا مع ربما يكون السيناريست ما وافقش على ان هو حد نهايه مريحه للقصه. محسن زي هي نهايه الروايه كانت ايه؟ لا هو كالبيت هيقع على عزه العلايلي وهيموت وقبليه على طول السنة الكبيره قوي الفصل الكبير لما بيحكي عن موت ام الولد. فالولد بعد ما ابوه بيموت بيورث الحنفيه. انما هو في الفيلم ما جابش النهايه المفتوحه. ما جابش النهايه المفتوحه كانه بيترك للمتلقي ان هو يحط النهايه المناسبه. لكن الفيلم حسم الامر وعمل النهايه. ما ده برضو الفرق ما بين القارئ ما بين المشاهد. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا النهارده بين الدراما والادب وفيلمنا السقمت. بس وحياتك ما تعوقش من القاعدة عاملين دوشة كتيرة هناك قوي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك يا شيخ السقايين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طلعي لي جلابية يا مؤمنة. بقول ايه؟ ايوه. خلي المبلغ ده معاك ما حدش. لا عارف. مبلغ ايه؟ ما انا معايا. محدش عارف الظروف يحصل فيها ايه؟ يا سيدي الفلوس جوه وانا امسك المال. الله وانا غريب. احنا مش اخوات. ولا ايه؟ سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يخيبك موقف حالك يا دنجل زي ما انت موقف حالك. كل واحدة تقف في دورها وعليا النعمة اللي هتتكلم اللي هتملى اخر واحدة. ودي معقولة دي؟ مبروك نورت الكشك يا معلم شوش. تعيش يا أستاذ عزيزة. من فضلك تملاي الأبريق ده مي. من عناية. حاضر. بس لما مؤاخذة بقى تقف في دوري يا سم. ايه الهباب اللي في وشك ده معلم سايق؟ كريم الحريق. حريق ايه؟ حريق بدت عن الحاجة. الله هو انت؟ ايوه يابا حرقتها بس مش عايزينها. مين قالك بس تعمل كده يا سايق؟ يابا دي بدلة شقر بدت عن الحاجة وانا مش عايزة تموت. ومين قال اني هموت لما البس البدلة؟ كل العيال يقولولي كده. يقولولي ابوك السقامات يمشي في الجنازات يحصل الاموات. وانا عاوزك يابا. انا ماليش في الدنيا غيرك. طب تعالى ادي بقى ايه بقى من بدله. خلاص بقى يا سيد. الله انت هتعيط ولا ايه؟ الله سيد. نعم. انا عايز توعدني انك هتموت الشغلانات قبل. بس كده اوعدك يا سيد. توعدني انك مش هتموت الشغل. وعدني يابا. ولو اني ما اقدرش اوعدك يا سيد انما خلاص حاضر يا مسكين. بس انت توعدني انك ما تعيطش ابدا خصوصا من الصابون. اوعدك يابا لو دخل في عينيا صفحه حتى مش هعيط. طيب هجيبلك يا شيخ سقايين. يلا سيدي. رجعنا مشاهدينا مرة تانية بنرجع لسؤالنا اللي أجلناه في الفاصلين.
الرؤية النسائية أو وجود النساء بشكل في الرواية وبشكل مختلف في العمل السينمائي. أعتقد أستاذة صفاء أنه كان الدور مؤثر جدا في العمل السينمائي على عكس أنه كان هامشي في الرواية. وطبعا السينما لما بيجي بقى هيحط الشخصيات دي هيشوف مين اللي هيمثلوها، فهو اختار أولا تحية كاريوكا في الرواية كان حد موصوف بشكل انها كتل من اللحم ومتراهلة حاجة كده تقرفي منها، فهو لا صلاح ابو سيف برضو جايب ايه يعني تحية كاريوكا وصف دقيق في السرد بتاعه. ايوه ما انا بقول انه وصفها بشكل ما تحبيهوش، انما يعني كده تحسي شخصية نمطية تكرهيها شكلا وموضوعا، انما في السينما بيبقى فيها ايه انك ممكن تبقي دي تحية كاريوكا وهي عندها حق ان الراجل عايز ياكل ببلاش، فالموقف بيتغير شويه، بدل ما تبقى كان هي ست مفتريه عند في الروايه فقط بتبقى لا هي صحيح عايزه تاخد حقها بس لا حق انها تاخد حقها. فدي تحيه كاريوكا اللي قامت بس بدور كده صغير. بعدين ندخل على شويكار، كان اكتر من نموذج للمراه. شويكار بقى المساحه كانت يدوبك اشارات كده انها عدت على القهوة وعكسها بكلمتين، لكن نتيجة انه عمل نوع من الخيال انه فريد شوقي بيتخيل انه راح معاها وقضى ليلة معاها، وكل هذا الخيال خلى بقى فيه مساحة لشويكار اللي طبعا صلاح ابو سيف وهو بيشتغل ده سينما للجماهير، ناس عايزة تدخل تشوف صورة وتشوف شويكار وتشوف الدلع بتاع شويكار. ثالث حاجة الفلاشات باك ايضا كتيرة. اللي زودها كتيرة. وكانت في عمقت قوي انه ان احنا نصدق الراجل ده حزين ليه على مراته، ان مراته اللي هي نهد جبر ازاي رقيقه معاه ازاي بتسقي لما هو عيل. طب ليه استخدمناها فلاش باك؟ ليه ما استخدمناهاش مشاهد حقيقيه في الفيلم؟ ليه ما كانش ليها يعني ما كانش دورها وهي لسه عايشه وبعدين لا ما هو ده بيوظف جانب واحد البناء بناء السيناريو ولا الوقت الفيلم غير وقت لا 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 هو كان ممكن يبدا بس كده مش هيبقى بادئ زي الروايه. انا اظن بدانا كلامنا انه بادئ زي الروايه وبعدين عمل الحاجات دي ان في فلاش باك وفي تخيل هو ما حصلش. سؤال تكنيكي هسألك فيه، هل فعلا بما ان حضرتك مونتيره وخبيره في الامور دي بيكون فكره الفلاش باك اقوى واعمق في الرؤيه للمشاهد من فكره المشهد الطبيعي؟ هو مش دايما ليه، هو اساسا اللي موجودين معانا واللي بيناقش معاهم الفكره بتاعته مين؟ الاسره اللي بقت موجوده دلوقتي مين؟ اللي هي عزه العلايلي السقا، الجده، والولد الصغير، هم دول الثلاثه دول. فالفيلم ماشي بالثلاثه دول، تدخل عليهم بقى شخصيات يعني كان اللوكيشن بتاعه الحسينيه دي في 1921 المهنه اللي هي السقه، يدخل عليهم بقى في ضرب الثلاث الشخصيات حسب امتى تدخل وامتى تخرج. حسب طبعا برضو في حاجه الديكور اللي كتير الصبر والصابرين، ودي استهلال عامله كتابات مكتوبه صحيح يعني استهلال عامله الكاتب ثم استخدمه المخرج في خلفيه الديكور. فعايز اقول لك انه حافظ على كل ما يريد ان يقوله يوسف السباعي ولكن بطريقه تناسب فن السينما اللي هي فيها صوره وفيها تعدد للشخصيات وفيها وجود ادوار نسائيه وادوار رجاليه ايضا. طيب دكتور طارق عبد العليم منصور الناقد الادبي بشكرك على وجودك معنا النهارده. الاستاذه صفاء الليثي المونتيره وناقده سينمائيه بشكرك على وجودك معنا النهارده. مشاهدينا خلصت حلقتنا، فيلمنا النهارده كان فيلم السقا مات للاديب يوسف السباعي والاخراج للمخرج العبقري صلاح ابو سيف، البطوله لعزه العلايلي فريد شوقي ناهد جبر امينه رجق شويكار ونخبه من الفنانين والطفل شريف صلاح الدين. حقيقه الفيلم كان بيتحدث بشكل واضح وصريح وعميق عن الاخلاص والوفاء في العلاقات الانسانيه وكيفيه وكيف يزهد الشخص في الحياة نتيجة لفقدانه للحبيب. دي كانت قصتنا النهاردة ودي كانت روايتنا النهاردة. انتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة بين الدراما والتاريخ.